طبعا استاذ نشأت الديه، طبعا المدير التنفيذي لقناه تين، الرئيس التنفيذي لقناه تين وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. يعني هو طبعا يعني واحنا بنتكلم على الاهلي وهو واحد من الاهلاويه الجمال برضو، واحنا سعداء بتواجدنا هنا في قناه تين، لان هو فعلا هو حتى واحنا هو اهلاوي جميل يقول لك دايما الحياد، وده شيء مهم جدا. استاذ نشأت تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا كابتن حبيبي محمد، مبروك ومبروك مبروك مبروك لمصر الاول انه خرج الماتش صحيح. بهذا الشكل وهذا الاداء وهذا الانضباط وهذه الروح، فمصر اللي كسبانه بالتاكيد، والمنتخب اكيد كسبان بالاداء الرائع اللي اتعمل. بحب الاهلي وببارك له، وبحترم الزمالك على الاداء أكيد الرائع والمحترم. وكنا بنتكلم انا وانت من يومين، وبنتمنى يخرج الماتش صحيح. بهذا الشكل. اعتقد انه الجماهير النهارده الاهلاويه من حقها تفرح بجد، فرحه يعني مختلفه جدا، صحيح فوز مختلف ليه طعم مختلف. انا بقول لك بعبر عن شعوري ان انا فرحان جدا 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 لاكثر من سبب، لكن شايف الشارع والناس يمكن الفرحه بتاعت الاهلاويه النهارده لا مختلفه جدا جدا، الشوارع كلها فرحانه، مصر سهرانه بتفرح. واعتقد انه لو احنا قعدنا نصرف فلوس كتير جدا 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 عشان عشان نرفع الروح المعنويه للناس بهذا الشكل، لا، الماتش كوره ده اهميه الكوره، صحيح اهميه لعيب الكوره، اهميه الاخلاق في الملعب. انا اعتقد ان احنا لازم ندرس هذا الكلام، لانه لا، الكوره ممكن توفر علينا حاجات كتير جدا. صحيح صحيح الكوره دي ونجوم الكوره كمان يا كابتن فاروق صحيح مظبوط حضرتك. عليهم دور كبير جدا. انا اسف جدا دخلت في الموضوع، كابتن ابو الدهب وكابتن ابراهيم وكابتن امير عز مجاهد يعني متواجدين معانا. لا مسئول عليهم كلهم، وكابتن ابراهيم سعيد وحشني جدا، وقول له يا كابتن انا ببارك لك طبعا، يعني حبيبي مبروك لحضرتك مبروك لمصر كلها. طبعا انت راجل رياضي ومحايد، واعتقد انه الكلام اللي كان بيتقال دلوقتي وكنت بسمعك دلوقتي وانت بتحلل الماتش بشكل فني، لا احنا انا مبسوط جدا، ومبروك للجميع، مبروك لمصر الاول، مبروك طبعا لكل الاهلاويه. طب استاذ نشأت قبل ما يعني ما اسيب حضرتك، يعني فرحه جماهير الاهلاويه، خلينا بس نتكلم بمنتهى الامانه ان الزمالك هو المنافس معاك، فبالتالي لما بتاخد البطوله من الزمالك بيبقى برضو فرحه زياده شويه. بص انا معاك يا كابتن فاروق انه الفوز الاهلي على الزمالك له طعم خاص، وفوز الزمالك على الاهلي له طعم خاص لكلا الجماهير سواء الاهلاويه او الزمالكاويه، لكن في كل الاحوال النهارده كان يوم مختلف، لانه المباراه والبطوله لا مختلفه لاول مره. يعني انا عايز اقول لحضرتك الحاجه، لو احنا عندنا بورصه، واكيد في بورصه للانديه والمنتخبات، لا، منتخب مصر النهارده حقق اكثر من بونت النهارده، والمنتخب نفسه اسم مصر، التصنيف بتاع مصر في القاره الافريقيه غير تصنيف الانديه، لانه الماتش خرج بشكل نظيف، الماتش خرج بشكل فيه لا في روح رياضيه موجوده بين اللعيبه. الزمالك لعب كويس جدا جدا جدا، ادى كويس في كره على الارض، في مهارات، في لا انا كنت مبسوط جدا النهارده، واعتقد ان هرجع اشوف الكره بشكل طب كويس بشكل منضبط تاني ان شاء الله. انا بشكرك استاذ نشأت طبعا تواجدك معانا، ويعني اكيد زي ما بتكلم كلنا كل اهلاويه يفرحوا، حقق كل واحد من حقه ان هو يعلن انتمائه وفرحته بناديه دون ما دام احنا ما تعديناش على الجانب الاخر، وده شيء مميز. ومصر فعلا استاذ نشأت هي اللي كسبت النهارده من خلال الاداء ومن خلال الشكل اللي خرجنا بيه. بشكرك شكرا جزيلا طبعا استاذ نشأت دي، الرئيس التنفيذي لقناه تين وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.